ايه وقفت ليه؟ لازم انزل تاني، جالي شغل مهم. تنزل تاني؟ انت لحقت تقعد معايا؟ معلش يا امي، هاكل عيش. لا حول ولا قوه الا بالله. حبيتهاش بقى اجيب فيلم عربي؟ انا همقق عينيا ليه؟ اوكي يا محي، قدامك 3 ايام وتخلص، مفهوم؟ اوكي ما بص كلمني بكره علشان انا دلوقتي في البيت. سلام. يلا. معلش يا حبيبي الاكل اتاخر. ايه ده انتوا لسه صاحيين؟ يلا عشان عندنا مدرسه الصبح. يلا يا حبايبي تصبحوا على خير. حبيبي ياسين حبيبي تصبحوا على خير يا حبيبي. يلا خلي بالكم طالعين السلم. الحمد لله يا رحمة. ميرسي يا حبيبتي، تسلم ايديك. بقول لك يا حبيبي، هو حجز العمره هيفتح امتى؟ يعني قدامه شهر ونص كده. ليه؟ مفيش، ماما كانت عايزه تطلع عمره السنه دي. نعم حاضر يا حبيبتي، بس تفتكري صحتها تستحمل؟ ما انا كنت مفكره اطلع معانا وخاله، ايه رايك؟ عينيا الاثنين يا حبيبتي، اول بس ما التاشيرات تفتح هرتب لكم الرحله، بس المهم الدكتور بتاعها يكون موافق. ما احنا نفكر نروح له الاسبوع اللي جاي وهساله واقول لك. تمام. يلا يا عواطف هنتاخر. حاضر. طيب ما كانت راحت لوحدها، هي بنتك لسه صغيره. قلت لك ما بامنش عليها تروح الدرس لوحدها، وبعدين احنا كده كده خارجين. يلا يا رشا. فيها ايه يعني يا بابا لما كنت اروح لوحدي؟ ماما عندها حق، وانت هتفضل تخاف عليا كده لحد امتى؟ لحد ما اموت يا عبيطه. البلد ما بقتش امان، وانت بسم الله ما شاء الله عليكي بقيتي زي القمر. وبعدين حد طايل ابوه يخاف عليه ويحبه بالشكل ده؟ يلا يا رشا. تمام كده يا باشا. على الله بقى تبقى اخر مره، انا زهقت من المشوار ده رايح جاي بصراحه. ان شاء الله تبقى اخر مره. العربيه دي مش عارف كل ما اصلحها مش عارف يا باشا زي ما اكون راكبها عفريت. طب ما نشوف. استغفر الله العظيم، حتى انت يا حاج لطفي هتظلم الواد زي ما الدنيا كلها ظلمته؟ ما كانش العشم. يو يا منيرة، ما تخلينيش ابني ياخد ان انا حكيت لي. الله، امال عايزاني اعمل ايه يعني؟ اتحزم وارقص لما اسمع كلام زي ده؟ لو انت تايهه عن الحد، ما انت عارف طول عمره قلبه زي البفته البيضه، هو انت تايهه عنه يعني؟ اه ما هو باين اهو. ما تبقيش حمائيه قوي كده، وهو بقى بصراحه عنده حق. عنده حق في ايه بقى ان شاء الله؟ يعني شايف البنت مش علاقه بالواد ابنك، وهو لا بيديها ريق حلو ولا من قريب ولا من بعيد. الحقيقة نادر يعني أصله. أصله إيه وفصله إيه؟ طب الأول كنا بنقول المخفية مراته دي بلفته وضحكت عليه، إنما دلوقتي بقى إيه اللي حايشه؟ أنتِ مستهونة باللي الواد شافه يا نهد؟ ما قلناش حاجة يا أختي، بس برضه الحاج لطفي معذور، يعني عاوزاه كده يشوف البنت كده قاعدة جنبه وبايرة كده جنبه بسبب سنادر ابنك؟ يعني تفتكري لو إحنا تقدمنا له دلوقتي هو هيوافق؟ يعني دلوقتي ما اعتقدش علشان الزربونه عاليه قوي، لكن قدام شويه يمكن. وقدام شويه بقى ايه اللي هيغير فكره ان شاء الله؟ يعني لما يشوف كده نادر باسم النبي حرصه كده توفق في شغله وتحسن، هيبقى انا بقى من ناحيه وبنتي من ناحيه، وان شاء الله ساعتها هيوافق. كلام معقول برضو. ايه المشكله؟ مش في الحاج لطفي يا ميره يا اختي، المشكله في ابنك نادر اللي هو مش معانا خالص. بصراحه كده بقى انا ابتديت اخاف واقلق،
وعايزه اطمن على البيت واعرف راسي من رجلي. يعني لو هو ناوي انا هقف معاه واسنده، ده مهما كان ده زي ابني برضه. ولكن لو هو مش عايزه يقول البيت تشوف حظها مع حد تاني، ولا انا يا اختي غلطانه في الكلام اللي بقوله لك ده؟ لا يا اختي انت كده عداكي العيب. خلاص انا هتكلم معاه. تعالي يا روحي اقعدي. هتفضلي قاعده هنا مش هتتحركي. مامي عايزه تشتغلي مش عايزه نسوق. بليز. حاضر يا ماما. اديكي الايباد تلعب بيه؟ لا انا عايزه اتفرج عليكي. يا روحي انت. I love you. I love you too. طيب ايه رايك بقى يا سيدي تكملي البرنامج اللي بتحبيه وبكره ان شاء الله نتكلم براحتك. وادي الزفت التلفزيون. ارتحت؟ كلمني بقى زي ما بكلمك. عاوزه ايه بس يا ماما؟ عايزه افهم انت ايه حكايتك بالظبط وناوي على ايه في موضوع بنت خالتك تاني يا ماما. ما قلت لك مش وقته. مش وقته ليه يا حبيبي؟ ها يعني البنت هتفضل قاعده هي وامها وابوها جنبنا كده لغايه ما يجي لك مزاجك؟ والله انا ما قلتش لحد يقعد جنبي. يعني ايه؟ يعني انا موضوع الجواز ده مش في دماغي اصلا. ليه يا حبيبي؟ هتعيش راهب؟ انا مش فاهم الموضوع ده مضايقك في ايه. عشان انا ما بقتش فاهمك خالص يا نادر. بص يا ماما انا اللي شفته مش هين، وربنا وحده اللي عالم بيا وعارف انا من جوايا عامل ازاي. ونجيتي بقى للحقيقه، انا لا ليا نفس للجواز ولا للعيشه من اساسه، واحمد ربنا اني ما موتش نفسي لحد دلوقتي. يعني هي المخفيه دي هتاكل عمرك حتى بعد ما ماتت؟ لا ورحمه ابوك ما هيحصل ابدا. حرام عليك يا ماما، قلت لك بلاش تجيبي سيره الموضوع ده. تعال هنا يا ولد. ما داهيه لا يكون لسه جواك حاجه من ناحيه المخفيه دي. وفريدي؟ فريدي ده انت تبقى اتجننت رسمي. ده انا اللي ساعتها اخدك لغايه مستشفى المجانين بايدي. بقى بعد ما ربنا كشف لك سترها وضيعت عمرك اللي فات وبدل ما تندم عليه عايز تضيع عمرك اللي جاي كمان؟ مش بمزاجي يا ماما. انا مش عايزه كلام فاضي وشغل عيال. لعلمك بقى انا مرضتش ادي لخالتك كلمه وقلت مش وقته، لكن اقسم بالله يا نادر لو ما رجعت لعقلك لحتشوف اللي عمرك ما شفته. حاضر يا ماما ربنا يسهل. ما كله بتسهيل ربنا. هترد عليا امتى؟ في ايه بس؟ هتطلب ايد بنت خالتك امتى؟ بص يا ماما عشان ما نزعلش من بعض، انا كل اللي يهمني دلوقتي ان اخد بالي من شغلي وابقى بني ادم، ولما بقف على رجلي بقى نبقى نتكلم في الموضوع ده. خلاص تصبح على خير. بقول لك ايه يا عواطف؟ يا وليه اسيبك من الزفت ده وخليكي معايا؟ هتعرفي بكره تودي رشد درس لوحدك؟ ليه؟ حسام بعت لي رساله وعايزني اعدي عليه بكره في الشركه. عايزك في ايه؟ هيكون ليه يعني؟ اكيد في شغل جديد. المهم هتعرفي تودي البت وتجيبيها ولا لا؟ يا راجل بطل الهسهس ده، البت كبرت ما بقتش صغيره. ما هي عشان ما بقتش صغيره عندي الهسهس ده، البت كبرت وحلوت وجسمها فار. انا بنتي متربيه احسن تربيه. بس الناس ناقصين تربيه وما عندهمش اخلاق. انت ما بتسمعيش على البلاوي اللي بتحصل كل يوم؟ رشا ناصحه اسم الله عليه. بس البت دي اللي حلتنا. المهم قصري، هتعرفي توديها ولا اكلم حسام يغير الميعاد؟ لا ابوس ايدك. يعني غير الميعاد ايه؟ انا ما صدقت، ده احنا على الحديد. لو اعرف بس بتودي الفلوس دي كلها فين. فلوس ايه يا راجل؟ ده احنا بناخد ملاليم. نصر الكلام، لمي ايدك شويه وانا هكلم حسام يزود لنا فلوسنا شويه. طب افتح الزفت. حقك عليا يا حنين، بس بكره لما الحقيقه تبان كل اللي غلط في حقك هيعرف غلطه. في الحلقات الجايه هنتكلم عن رجال الاعمال الاجانب اللي بيشتروا كل حاجه في البلد زي الجراد. مين دول؟ ايه مصلحتهم؟ ومين بيساعدهم هنا؟ مين بيغطي على مصايبهم؟ وليه وبكام؟ انتظرونا في الحلقة الجاية من لحظة بلحظة، وتصبحوا على ألف خير. نانا؟ حاولنا نخليها تمسك نفسها لحد آخر البرنامج، بس يظهر إنها صاحية بدري. آه يا حبيبتي. تحبي أشيلها لحضرتك وأوديها العربية؟ لا تمام خلاص أنا هشيلها. بس حضرتك راكنة بعيد؟
معلش انا هشيلها. حد بس يفك لي المايك يا جماعه. وتقدم على الباسبور. بس الصور المرة دي الشبه بينها وبين رشا أبعد شوية من كل مرة. دي أكتر حاجة قدرنا نعملها. عموما الطباعة والتسريحة هتقرب الدنيا، ولو حصل أي مشكلة حمدي هيتصرف. حاضر. بالنسبة سعادتك لموضوع زيادة الفلوس. كل عيش يا هاشم. ها؟ وبلاش تجيب لنفسك المشاكل. ربي بنتك. تعرف كويس قوي اللي بيعمل معانا مشاكل بيحصل له ايه. بعد الشر يا باشا، ربنا ما يجيب مشاكل. انا بس كنت طمعان. اهو انت اعترفت على نفسك اهو، قلت طمعان، وانا ما بحبش الطماعين يا هاشم، انت فاهم؟ اتفضل. بس كده هيبقى كتير يا استاذه، ما نشوف موضوع جديد. هو الموضوع ده خلص عشان نشوف موضوع جديد؟ ايوه يا استاذه، بس موضوع الاستثمارات الاجنبيه ده خد اكبر من حجمه بصراحه. مين اللي قال لك ان انا بتكلم على المستثمرين الاجانب؟ اللي عايز يجي يشتغل في البلد بما يرضي الله اهلا وسهلا بيه، انما ان مصر تتحول لمركز غسيل اموال واحنا كده نقعد ونتفرج، لا ده يبقى اسمه تهريج. غسيل اموال بقى شماعه بنعلق عليها كل حاجه، كل ما نتزنق في حاجه نقول ده غسيل اموال. والله بقى بما انك صحفي وفاهم روح دور على الحقيقه. اي وجهه نظر هتلاقيها انا هتبناها واقولها في البرنامج، انما نقعد نحط رجل على رجل ونقول راينا على انه الحقيقه، ده يبقى اسمه تدليس مش صحافه. على فكره سامح ما يقصدش. بصوا انا مش هجبركم تتابعوا معايا في البروجكت ده، اللي مش عايز تمام انا ممكن اجيب غيركم. الموضوع مش مستني الناس غيرنا، الشباب بس بيتناقش مع حضرتك وفي الاخر اللي حضرتك تقولوا بيه هو اللي هنعمله، صح يا ابني انت وهو؟ بقول لكم ايه، وانا مش محتاجه رايكم على فكره، الفايل ده انا عارفاه كويس ودارساه من ساعه ما كنت عايشه في دبي. ممكن لو سمحتوا تثقوا فيا. سوري يا مدام، مستر احمد ابو العيون بره وكان عايز يقابل حضرتك. اتفضل يا استاذ حمدي، عايزين نطلع باسبور جديد يا رشا. بسم الله ما شاء الله، رشا حلوه انا ما عرفتهاش. شد حيلك عشان مستعجلين بس، ولو في حاجه بكلم حسين. ربنا ما يجيب مشاكل. 3 ايام وتعالى استلم الجواز. اتفضل. اللي بعده. كنت عايز استلم باسبور لو سمحت. استلام في اخر الطرقه، ما تعرفش تقرا؟ معلش. هنا استلام الاوراق. اتفضل. اللي بعده. شكرا. لقيت تليفوناتي كلها مقفوله، ما لقيتش حل غير ان انا اجي لك لحد هنا. اهلا وسهلا. ممكن اعرف ايه الحاجه المهمه اللي ما خلتكش تستنى لغايه ما تشوفني في الاستوديو؟ بص يا مدام نهال، اللي انت بتعمليه ده غلط، مش في مصلحتي ولا مصلحتك ولا مصلحه اي حد. ده اللي هو ايه؟ اللي هو موضوع فلوس الاجانب اللي انت ماسكه فيه اليومين دول. انا قلت دي حلقه وهتعدي، بس واضح انه مفيش فايده، مفيش وراكي غير الموضوع ده، وده مش هينفع. تهديد ده؟ لا حاشا لله، بس انا مش فاهم ايه الموضوع بالظبط. الله، هو حد يكره ان اقتصاد بلده يكبر يا مدام نهال؟ بقول لك يا احمد بيه، ما تسيبك من الكلام ده وتجيلي دغري كده، عشان انا عارفه يعني ان حضرتك لا بيهمك اقتصاد ولا تهمك البلد ذات نفسها. الجماعه بتوع الاعلانات قاعدين عندي في مكتبي من الصبح بيصوتوا بسبب عمايل حضرتك، والمعلنين اللي عندي زعلانين جدا. ليه؟ هو انا جبت سيره حد فيهم؟ هما مش هيستنوا لما تجيبي سيرتهم. انت عارفه يا مدام ان 3/4 المعلنين اللي عندنا شغالين بفلوس الناس اللي انت فاتحه عليهم النار دول. وانا ما ذكرتش اسم اي حد فيهم لغايه دلوقتي. وانا مش هستنى لما تذكري اسماء يا مدام. الاعلانات هي اللي فاتحه بيتي وبيتك وبيوت الناس اللي شغاله عندنا. ايه عايزه تخربي بيوتهم ليه؟ بالراحه لو سمحت يا استاذ احمد،
عشان نعرف نتكلم انا وانت مع بعض. بالراحه ازاي يعني؟ انت مش مقدره المصيبه اللي احنا فيها؟ الله، مفيش برنامج بيتعمل في مصر الا بفلوس المعلنين. ايه، عايزاني اخد منهم فلوس اعمل لهم برنامج اشتمهم فيه؟ والله حضرتك للدرجه دي خايف من الراعي بتاع البرنامج؟ مين؟ امجد؟ لعلمك امجد الوحيد اللي ما كلمنيش في الموضوع ده. غريبه والله. والله اعلم بقى ناويلي على ايه، بس ده مش هينفع يا مدام نهال. احنا بينا اتفاق وعقد. المحطه هتتقفل تقولي لي اتفاق وعقد؟ الله، اذا كنت فاكره ان في حد في مصر هيرضى يشغلك لو الدنيا اتدربكت عندي هنا تبقي غلطانه. احنا كلنا في مركب واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يوم ما تحصل مشكله انا وانت هنقعد في البيت. انا جيت النهارده انبهك بالراحه ومحدش يلومني بعد كده. عن اذنك. شايفه وشها بريء ازاي؟ بتفكرني بوشك يا حبيبتي وبأول مرة شفتك فيها. تخيلي ان كل الإجرام ده بيحصل باسم البنت المسكينة دي. بس ايه رأيك في جوزك؟ عرفتهم لك واحد واحد كده. الدايرة قفلت ومش فاضل غير مين اللي بيشغله، وده هعرفه. يعني هعرفه. أنا مش عاوزك تزعلي مني يا حنين، ما سابوليش طريقة تانية. مدام نهال. خير يا سامي. هو حضرتك ناوية تكملي في الموضوع ده برضو؟ عندك مانع؟ لا العفو، أنا بس بفهم. بص يا سامح، أنت واحد من التيم بتاعي، أنا بثق فيك جدا وبحب أشركك في كل حاجة. ميرسي يا فندم. في ناس معينين كده متورطين في الحكاية دي، لكن انا مش حاسه ان الوقت مناسب ان انا اطلع للناس واقول لهم مين بيعملوا ايه بالظبط. عشان كده هفضل اتكلم بشكل عام لغايه ما يجي الوقت المناسب وهكشفهم كلهم. فهمتني؟ فهمت. بس هم مين الناس دول؟ لا بدري قوي على السؤال ده. يلا روح شوف اللي وراك وانا هروح لفريده كمان. تصبح على خير. طب وانتي مستغربة ليه؟ طبعا مستغربة، انا بقالي سنين بدور ورا امجد مش من النهاردة، وعارفة ان كل اللي هو فيه مش بتاعه، دي فلوس ناس بيشغلها. وفرضي الطبيعي لما انا اتكلم في موضوع زي ده امجد اكتر واحد يتوتر، عشان هو عارف كويس قوي ان الناس اللي بيشتغل معاهم مش فوق مستوى الشبهات. الطبيعي ان هو وهم يبقوا متوترين. ما يمكن يعني هل ما يعرفوش ان انت تقصديهم او حتى وصلت لحاجة تخصهم؟ الصمت والهدوء الرهيب اللي هو فيه ده مش مريحني، حاسه ان هو بيحضر لحاجه، بيعمل حاجه من ورايا، حاجه انا لسه مش عارفاها. قصدك يعني ان احنا لسه هنعرفها قدام؟ ما اعرفش، ممكن. بص انا في تخيل في دماغي كده، وعملت حاجه النهارده عشان اجرب. لو اللي في دماغي صح امجد هيظهر قريب قوي. انا مش عملت لك اللي انت عايزه، عايز مني ايه تاني؟ لسه يا امين، البنت دي تهمني وعايز اطمن عليها. ما انا قلت لك دخلت العنايه المركزه. ماشي، وبعدين؟ ما اعرفش. ما ينفعش يا امين، انا عايزك تتقص لي عليها وتعرف لي كل اخبارها، ولما تعرف اي حاجه رساله بملاليم على النمره اللي معاك. اتفقنا؟ حاضر. شاطر يا امين. انا مش ساكت والله، وبتصرف. ما تقلقش، وبقول للشيخ ما يقلقش، قول له امجد الشامي بيقول لك الموقف متسيطر عليه. ان شاء الله ان شاء الله هكلمك لما يبقى في جديد. مع السلامه. تفضلي مخصماني كده كتير؟ انا خلاص ما بقتش اكل من الكلام ده يا نان. كبريش الموضوع بقى ماما. الموضوع كبير لوحده، انت طول عمرك ماشي من دماغك، وادي النتيجة، شغلك وراح، فضايح واتفضحنا، سجن ودخلته، عايز ايه بقى تاني؟ بس انا المرة دي مش هسيبك تميل بختك بايديك تاني، وكفاية اللي شفناه من تحت راس الهنم بتاعتك.
ما قلنا بلاش السيره دي بقى. اذا كان عليا مش عايزه اجيب سيرتها تاني على لساني، لكن عمايلك هي اللي بتخصب عليا. استغفر الله العظيم، السيره دي مش عايزه تفارقني ليه؟ طب سيبك من الموضوع ده بقى، انت ايه اللي يريحك دلوقتي؟ اللي يريحني انك تعقل وتشوف مصلحتك. مالها جهان بنت خالتك؟ بنت طيبه واخلاقها حلوه ومال وجمال وبتتمنى التراب اللي انت بتمشي عليه. انا تعبان قوي يا ماما. خلاص يبقى تدور على اللي تقسم معاها وجعك. حتى دي ما اقدرش عليها. سيبيني يا ماما على راحتي عشان خاطري، سيبيني اهدى كده وارجع للدنيا تاني على مهلي، اشتغل واخد على الناس وبعد كده نتكلم في اللي انت عاوزاه. طب والبنت الغلبانه دي هتفضل مستنيه كده؟ انا ما قلتش كده، بس ابوس ايديك بلاش تضغطي عليا، لانه رحمه ابويا مش حمل ضغط تاني. عشان خاطري ما تزعليش مني. خلاص يا نادر، ما نشوف اخرتها ايه. الو يا استاذ عبالي، ازيك يا حبيبي، اخبارك؟ الله يخليك، الله يخليك يا حبيبي. بقول لسعادتك ايه والنبي، انا عندي حاله وفاه كده، عايز ابعت لك ورقها تعمل لي شهاده وفاه وتصريح دفن. طب هعمل ايه؟ ما سعادتك عارف زبائن العنايه المركزه كلهم بيبقوا جايين خلصانين اصلا، وبعدين لا نقدر نرفضهم ولا نعمل معهم اي حاجه، لازم ندخل. مين سمعك؟ والله انا خايف الحكايه دي تعمل سمعه وحشه للمستشفى. ماشي حبيبي، الله يخليك، هبعت لك اي حد بالورق. لا لا لا، مش ست كبيره ولا حاجه، دي عيني والله، بنت صغيره عندها 15 سنه. يلا الله يرحمها. ماشي حبيبي، ماشي، ربنا يخليك. من الحق استاذ عباري، كنت بقول لسعادتك ايه ابنك اخباره ايه؟ لا والله حبيبي، لا ده جه في بالي كده، كنت في امريكا في لحظه كده وانا بعمل شوبينج، لقيت قدامي اللابتوب اللي هو كان نفسه فيه ده، فقلت اجيبه له معايا وانا جاي. البنت تعيش يا نادر. استني استني يا نبويه، دي اكيد فريده رجعت، خلينا نشوف. سمعت ان عندك بن كويس. عاوز ايه يا امجد؟ خايف عليكي، جاي انبهك. خايف عليا؟ صدقيني يا بيبي، الطريق اللي انت ماشيه فيه ده غلط وخطر واخرته وحشه. انهي طريق؟ انت عارفه كويس قوي انا بتكلم عن ايه. لو فاكره ان نخورتك ورايا هتوصلك لحاجه انت غلطانه. انا سليم، ما بعملش اي حاجه غلط. وطالما انت سليم قلقان ليه؟ قلت لك قلقان عليكي، وانت مهما حاولتي تجري ورا موضوع الاجانب اللي فلوسها شغاله في السوق هنا مش هتعرفي تعملي لي حاجه. بس يا نيال هتخبطي في ناس كتير مش هيسكتوا لك. هو انت ليه فاكر ان انا بدور وراك؟ ولا انت على راسك بطحه؟ لا يا نيال، انا عارف كويس قوي انا بالنسبه لك ايه، وعارف كويس قوي بتفكري في ايه وناوي على ايه كمان. ده انت بتراقبني بقى. لا بحبك. اللي انت بتعمليه ده عمره ما هيأذيني انا، لكن ممكن يأذيك انت. هاي مامي. هاي حياة مامي.
يلا على اوضتك وغيري هدومك حبيبتي، انا جايه لك. ازيك يا حبيبتي؟ تعالي يا هبه تعالي. انت فريده؟ اه. وانت اسمك ايه؟ يلا يا فريده على اوضتك يا فريده. يلا يا حبيبتي. يلا يا فريده يلا يلا غيري. باي باي يا حبيبتي. طلع حلوه زيك. يا رب بس حظها يطلع احسن من حظي. شفتي شخصيتها قويه ازاي؟ اثر يا امجد. عايز ايه؟ ساعة ما بدأت البرنامج بتاعك خبطت في كام واحد، وليه لحد دلوقتي ولا واحد من دول خد منك موقف؟ عشان بحميك وفي ظهرك وبشيل عنك، لكن المرة دي مش هقدر. الناس اللي بتخبطي فيهم يا نهال أكبر مني أحميكي منهم. مش عايز ولا واحد فيهم يقل عقله ويحاول يأذيكي ولا يأذي بنتك. اللي يقرب من بنتي أنا ممكن أكله بسناني، أنت فاهم؟ لو تقدري كنتش جيت لك النهاردة. أنا عاوز أعوضك عن اللي فات. اللي فات ما بيتعوضش. مفيش حاجة ما بتتعوضش. لا في حاجات ما بتتعوضش. كسرة قلبي ما بتتعوضش. أبويا اللي مات بحسرته عليا ما بيتعوضش. سنين غربتي وأنا خايفة من الفضيحة بسببك ما بتتعوضش. أرجوك يا نهال بطلي لعبة بالنار. وأنا ما بتهددش يا أمجد. ما كانتش العربية اللي نقلت بنتي من المستشفى هربت مني، كان زماني وصلت لمدور العصابة دي كلها. كله لفريدة، كله إلا فريدة. يعني هل ما تخافيش كده؟ هيعمل لها إيه يعني؟ هيعمل أي حاجة، أنت مش عارف الراجل ده ممكن يعمل فعلاً أي حاجة. طب اهدي، اهدي كده وقولي لي أنت ناوية على إيه؟ مش عارفة، مش عارفة أعمل إيه بجد. بس أكيد هو خايف مني، خايف إن أنا أكشف حاجة عنه، وإلا ما كانش جالي هنا صح؟ صح. أنا كنت متأكدة إن في حد بينقل له أخباري. بس انا كده عرفت هو مين وعارفه هستغله ازاي. هاني العقل يا استاذه، انا قلت لحضرتك برضو ان ده ما كانش موضوع جماهيري بصراحه. وانا فكرت في كلامك الحقيقه ولقيت ان عندك حق، خصوصا ان كيرف البرنامج في النازل بقاله شويه يعني، وكيرف البرامج الثانيه بصراحه كان في الطالع شويه. عشان كده انا اخترتك انت بالذات للمهمه دي. دي صيغه غاليه جدا يا فندم. لا وانت تستاهلها، انت صحفي شاطر جدا. عشان كده بقى انت اللي هتبقى مسؤول قدامي خلال اسبوع بالظبط، تلاقي لي موضوع جامد نرجع نقوم بالبرنامج. اتفقنا؟ طبعا يا فندم اتفقنا. طبعا خلاص بقى كفايه كده يا بابا، ده انت ناقص تدلعني الفصل بالعربيه. ماشي يا لمو. عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي نعمل حاجة غلط من قرب بابا وماما. هنعمل ايه بس يا حبيبتي؟ مش هم اللي زنقنا نعمل كده؟ وبعدين احنا هنقضيها نكد بقى ولا ايه؟ روقي كده. بقول لك ايه؟ شايشة؟ ما انت عارف اني ماليش فيه. الحساب لو سمحت. حاضر يا فندم. شكرا. خد يا هاشم. ده باسبورك وباسبور عواطف وباسبور البنت. عليهم التأشيرات وادي تذاكر الطيران. تعمل حسابك السفر هيبقى بعد 3 ايام. ماشي. والبنت؟ زي كل مره هيجيبوها لك المطار قبل الطياره بساعتين، ما تتاخرش. ما تقلقش يا باشا، هي دي اول مره. اول ما توصل هناك هتركب الشريحه الثانيه وتكلم الجماعه، هم هناك هيرتبوا هيستلموا البنت فين وازاي. تمام. طب انا وعواطف هنرجع امتى؟ هم هيرتبوا هناك ويقولوا لكم كل حاجه. طب مالك؟ كان ليا طلب صغير كده بس يعني. خير؟ كنت عايز قرشين تحت الحساب،
اصلي عايز اجيب هدايا الرشا من هناك يعني. ولو اني بكره حكايه السلف دي، لكن ماشي. وماله، هو احنا لينا بركه الا رشا؟ ايوه يا هيثم، ما بتردش من اول مره ليه؟ ده انا كلمتك يا 10 مرات. طب بسرعه بس عشان بابا وماما لسه صاحيين، هنتقابل بكره ولا لا؟ ايوه يا بنتي طبعا، هستناك الصبح. طيب خلاص تمام، متاخريش بقى. ماشي يلا تصبح على خير. خلي بيها عشان الله عليك يا ابني، شفتوا الكوره يا جدعان؟ مش الشلل اللي بنشوفه هنا. علي يا حنين، بس هما ما سابوليش حل تاني. هنروح انا وماما نشتري شويه حاجات عشان السفر، وبعدين هنيجي ناخدك في ميعاد خروج المدرسه. ماشي يا بابا، بس يلا بقى عشان هتاخروني. رشا. نعم يا ماما. لا اله الا الله، محمد رسول الله. أنسة رشا. مين حضرتك؟ أنا من طرف هيثم. هيثم؟ هيثم، بس للأسف في خبر مش كويس. هيثم عمل حادثة ودخل المستشفى وعايز يشوفك قبل ما يدخل العمليات. يا حبيبي هيثم، طب هو إيه اللي حصل؟ مفيش وقت دلوقتي، تعالى أحكي لك في السكة، أصل العملية الساعة 9. تعالى ما تخافيش. لا هو مش صاحبي انا، ده صاحب اخويا محمد. محمد؟ محمد عبد الحي، اكيد تعرفيه. اسمع عنه. مش ده بتاع اسماعيليه؟ بالظبط كده، برافو عليكي. وحضرتك بقى مين؟ انا ياسر، اخو الكبير، بشتغل محاسب. اهلا وسهلا. هيثم الله يشفيه بقى، لما عرف ان محمد عيان جه عشان يزوره امبارح، فضلوا سهرانين مع بعض لغاية الفجر. والله مسكنا فيه عشان يبات، بس هو يعني أصر يرجع عشان يشوفه. يا حبيبي يا هيثم. الظاهر بقى إن هو نام وهو سايق العربية فحصل اللي حصل. عشان كده بكلمه وموبايله مقفول. أنا بجد خايفة عليه قوي. هو هيبقى كويس مش كده؟ الدكتور بيقول لي هي عملية بسيطة إن شاء الله. يا حبيبي. لا امسكي أعصابك، ما ينفعش كده. بقى الراجل عايز يشوفك عشان يطمن بيكي، تقومي تدخلي عليه واعصابك منهاره؟ ما ينفعش. والله انا مش قادره اتلم على اعصابي من ساعه ما حضرتك قلت لي. بقول لك ايه، في الكنبه اللي ورا كيس مليان عصير، كنت جايبه عشان هيثم يعني، بس الناس قالوا لي انه ما ينفعش يشرب حاجه دلوقتي. خدي لك علبه. لا ميرسي، ماليش نفسي. اسمعي اللي بقول لك عليه، انت مش شايفه وشك عامل ازاي؟ والله ما خليكي تدخلي له وانت عامله كده. انت عايزاه يتخض على نفسه اكتر ما هو.
جدا يا سيدي.